مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج الراحل. نتابع معكم مشاهدين هذا اليوم سيرة الراحل الأديب والعلامة حمد الجاسر. نتابع. عرفت منطقة نجد منذ القرن السابع عشر أحداث رهيبة وصراعا سياسيا تحول إلى معارك ضارية طيلة عقود متوالية. في إقليم السر غرب نجد كان يقع ما يعرف سابقا بقصر بسام، الذي تحول لاحقا إلى بلدة البرود. شهدت البرود حملة ضد الدولة السعودية الأولى، وكان من أهداف تلك الحملة السيطرة على قصر بسام لمكانه الاستراتيجي. هاجمت الجيوش الغازية هذه البلدة، لكنها فشلت بسبب بسالة أهلها. ثم قام الجيش بحصارها لنحو 4 أشهر قبل أن ينسحب دون تحقيق هدفه. في بلدة البرود آثار شاهدة على حقبة مهمة، وكثيرا ما ألهمت البيوت الطينية والقصور علامة الجزيرة حمد الجاسر، الذي أبصر النور في بلدة البرود أو قصر بسام كما كانت تسمى قديما. ولا تذكر البرود حتى يذكر ابنها حمد الجاسر، الذي ذاع صيته في داخل البلاد وخارجها، وباتت مؤلفاته توازي وثائق مهمة في تاريخ وجغرافية الجزيرة العربية. حمد بن محمد بن جاسر من أسرة آل جاسر المنتمية إلى الاكتمة من بني علي من قبيلة حرب. ولد في العام 1910 في بلدة البرود التابعة لإقليم السر في منطقة نجد. أسرة الجاسر أسرتنا تنحدر من قبيلة حرب بني علي، وولد الوالد في قرية البرود في إقليم السر تقريبا عام 28 و300 وألف. ولد رحمه الله عليلا، وحفر قبره أكثر من مرة في نشأته، وكان أبوه يعمل في الفلاحة، ويأس منه في أن يكون عونا له في الفلاحة، فاتجه للكتاب. وكان رحمه الله منذ صغر سنه مولعا بالعلم والقراءة. جاء الجاسر إلى الحياة بجسد ضعيف وسط أسرة فقيرة تعتمد على الزراعة. لم يكن الجاسر مجديا في مساعدة والده في الحقل بسبب اعتلال صحته وضعف بنيته، ما جعل والده محمد يرسله إلى كتاب البلدة لتعلم القراءة والكتابة. في العام 1920 أرسله والده إلى الرياض ليعيش في بيت عبد العزيز ابن فايز، وهو أحد طلبة العلم. تمكن الجاسر من تعلم مبادئ العلوم الدينية وحفظ بعض أجزاء القرآن. بعد نحو عامين عاد من الرياض بعد موت الرجل الذي كان يعيش في كنفه قبل أن يتوفى والده محمد الجاسر، لينتقل للعيش في كنف جده لأمه علي بن عبد الله بن سالم، وكان بن سالم إماما لمسجد البرود. أه
الحمد الجاسر كانت بداياته مع بداية الدولة السعودية الثالثة، ولذلك كانت العملية اللي قام بها حمد الجاسر رحمه الله بالغة الأهمية لحفظ التراث في المملكة العربية السعودية. نعرف إحنا أنه قبل الدولة السعودية لم تكن أو لم يكن التراث مكتوب بشكل جيد على مستوى الجزيرة العربية بشكل كبير، وفي منطقة نجد على وجه الخصوص. ولذلك هذه الجهود الكبيرة الجبارة الحقيقة في ذلك الوقت اللي قام بها الشيخ حمد الجاسر رحمه الله تعالى تعتبر بالغة الأهمية، لأنها وثقت حقبة مهمة من التاريخ السعودي كان ممكن أن يندثر لولا أن قيض الله حمد الجاسر ومن أتى بعده من الأدباء والمثقفين فحفظوا هذا التراث. بل حمد الجاسر تجاوز الوضع إلى موضوع توثيق جغرافية المملكة العربية السعودية. هو رجل بالفعل كان طموح، وكان الرجل استطاع أنه رغم معاناة الطفولة والشباب ومعاناته في مدرج الحياة في هذه المرحلة التي البيئة الشحيحة بكل ما تعنيها الكلمة، شحيحة علمياً وثقافياً وتربوياً وشحيحة أيضاً مادياً، فكان الرجل يعني عصامي بكل ما تعنيها الكلمة عندما بدأ يحفر بأظافره تاريخ حياته الشخصية ويحقق طموحاته اللي هي أنه كيف يبني ثقافته، وبالذات يتخصص في مجالات كانت نادرة الخصوصية، وبالذات يعني مثلا الجغرافيا الجزيرة العربية، الأنساب، السيرة الذاتية، السيرة التاريخية إلى آخره. هذا النموذج من الثقافة اللي سادت في هذه المرحلة تعتبر يعني مدرسة جديدة. بات حمد الجاسر مساعدا لجده في إمامة المسجد قبل أن يصبح في سن 16 معلما لأطفال البلدة. تم تكليف الشاب المهتم بالعلم بمرافقة بعض القبائل البدوية لإمامتهم في الصلاة وتعليمهم الأمور الدينية. كان يتنقل معهم من مكان إلى مكان يدون ما يسمعه من قصص البادية وتاريخها. كانت تجربة ثرية للشاب الفطن قبل أن يشد رحاله إلى الرياض لطلب العلم على يد المشايخ فيها. بدأ الجاسر في قراءة المتون وآداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب وملحة الإعراب للحريري. استمر ترحال الجاسر إذ ترك الرياض وتوجه نحو مكة للدراسة في المعهد الإسلامي. لا شك أنه إلحاح حمد الجاسر وإصراره على طلب العلم هو توافق مع بداية تأسيس المملكة العربية السعودية. تعرف المملكة العربية السعودية قبل بداية تأسيسها كان الناس منصرفين للعمل اليدوي فقط. عندما جاءت المملكة وجاء الملك عبد العزيز وبدأ النهضة العلمية الحقيقية، من بدأ في ذلك الوقت هو حفز من قبل الحاكم الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. ولذلك كل حمد الجاسر وكثير من أقرانه كانوا يهتمون بالعلم، ونعرف إحنا أن العلم محدود تحديدا في منطقة نجد عبارة عن الكتاب ليس أكثر ولا أقل. ولذلك انتقل للدراسة في مكة المكرمة عندما تم افتتاح دار التوحيد، وهذه من الجهود العظيمة اللي قام بها الملك عبد العزيز، إنه بنى على النهضة العلمية الموجودة في مكة المكرمة وأتاح الفرصة لأبناء المملكة بأن يلتحقوا. كان هناك تحفيز، كان هناك يدفع مكافآت وإن كانت محدودة، هناك رغبة وإرادة سياسية بأن يتحول الإنسان السعودي إلى مثقف.
تخصص حمد الجاسر في القضاء الشرعي، وتمكن من إنهاء دراسته في العام 33 قبل أن يخوض تجربته الأولى في الحياة العملية بالعمل مدرسا في مدينة ينبع. 5 سنوات قضاها الجاسر معلما قبل أن يصبح مديرا للمدرسة في العام 6. حمد الجاسر كان معجب ومغرم بحب تعليم الأطفال، وتحدث عن هذا في كتابه بلاد ينبع. كان يرسم لنا على السبورة الشجر والنهر والجزيرة والأرخبيل والجمل والعصفور، فنحن أطفال أحببنا هذه الرسوم وأحببنا هذا التعليم، فكنا حريصين أن نأتي مبكرين إلى المدرسة، وتعلقنا بحمد الجاسر. وكرت الأيام وسافر حمد الجاسر من ينبع، وبعد عشرات من السنين التقيت بالشيخ حمد الجاسر وأنا أدرس في القاهرة. وبعد أن تخرجت من معهد الصحافة طرح علي السؤال: إلى أين تريد أن تذهب في المملكة وأين تريد أن تقيم؟ قلت له: أريد يا شيخ حمد أن أقيم في بلادي ينبع بجوار والدي. قال: أنا أصدرت جريدة اليمامة، واعتبر نفسك أنت مندوب ومراسل بجريدة اليمامة في ينبع. خاض حمد الجاسر تجربة القضاء عندما أصبح قاضيا في مدينة ضباء شمال غربي السعودية. هناك توسعت مداركه وزادت معرفته بالنسيج الاجتماعي. إذا تتبعت حياته تجده مثلا بدأ في التعليم، وثم أرغم على العمل في القضاء، وكان لا يميل لذلك، ثم أعفي من ذلك بسبب خلاف في مسألة في قضية حكم بها ولم تقبل، لم يقبل حكمه، ثم عزل فعاد للتعليم. شعر الجاسر برغبة ملحة لإكمال دراسته، ما جعله يسافر إلى مصر ليدرس في جامعة القاهرة. اختار يومها كلية الآداب للدراسة، غير أن تجربة الشاب الطموح اصطدمت باندلاع الحرب العالمية الثانية وصدور أمر من الملك عبد العزيز بعودة البعثة التعليمية حرصا على سلامة الطلاب. عاد حمد الجاسر إلى بلاده وتنقل في كثير من المدن حتى أصبح مديرا للتعليم في المنطقة الوسطى، ثم أول مدير لكليتي الشريعة واللغة العربية في الرياض، وهما كانتا نواة لتأسيس جامعة الإمام محمد بن سعود. حمد الجاسر رؤيته الواسعة والاطلاع والواسع، أنا لا شك عندي بأن كان لها دور في الجانب الريادي الذي بدأت منه جامعة الإمام وأيضا وصلت إليه. لا ننسى أنه حمد الجاسر حظي بثقة ولاة الأمر وبثقة مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم، ليست مسؤولية سهلة وليست اختيارا عارضا، هذا اختيار مقصود فيه سعة الأفق وسعة العلم
والثقافة التي كان يتمتع بها حمد الجاسر رحمه الله تعالى. كان الجاسر يخشى على أبناء وطنه من الجهل وضحالة المعلومات، ما قاده إلى افتتاح مكتبة أسماها العرب، وخصصها لبيع الكتب الحديثة تحت إشراف مباشر منه. تطورت فكرة التثقيف في ذهن الجاسر، ما قاده إلى تقديم طلب للملك سعود يبدي فيه رغبة لإصدار أول صحيفة في العاصمة الرياض. لم يوافق ديوان الملك على اسم الرياض عنوانا للجريدة، فاختار لها اسم اليمامة التي باتت تطبع في القاهرة شهريا ثم أسبوعيا قبل أن تصبح يومية. لم تكن الطباعة في القاهرة أمرا مجديا، ما قاد الجاسر إلى التخطيط لبناء مطابع في الرياض لتسهيل مهمته في نشر الكتب والصحف والمجلات. الشيخ حمد تميز أنه هو أول من جلب مطبعة أهل النجد، وهو أول من يعني من أسس الصحيفة في 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 نجد، واللي هي مجلة اليمامة، واللي أصبحت أيضا مثل شأن الجزيرة أصبحت مؤسسة الآن قائمة بذاتها، ذات فروع وذات اتجاهات كثيرة. الشيخ حمد تميز أنه طموحه حقق من طموحه أشياء كثيرة، يعني هو سعى أن يكون له اسم معين في البلد، ولذلك وكرجل يعني متنور اصطدم في من يعارضون أفكاره ومن يقفون يعني ضد كالمرحلة في ما يتنبأ له وما كان يريد أن يبعث من جديد في جيل الشباب وجيل المرحلة اللي كان عاشها. بدايات الصحافة السعودية خصوصا في نجد، كان حمد الجاسر سباقا رحمه الله في تأسيس الصحافة من خلال اليمامة ومن خلال جريدة الرياض بعد ذلك، وأيضا سعيه لإنشاء مطابع يتم طباعة فيها الصحف والكتب. هذا كان لحمد الجاسر الدور الريادي الأول في المنطقة. حمد الجاسر موسوعة وإنسان مهموم بالشأن السعودي بشكل كبير، له إسهامات صحفية في صحافة الحجاز في ذلك الوقت، له إسهامات كبيرة في صحافة المنطقة الشرقية، يعني لم يكن فقط منغلقا على نجد، بل كان متوسعا وكان يريد أن ينقل المعرفة والثقافة للمواطن السعودي من خلال الصحافة. هذا مهم جدا. هؤلاء الرواد كانوا يتخذون من الصحافة طريقا لتنوير المجتمع ولتثقيف المجتمع ولتعليم المجتمع. لا ننسى أنه في هذه الفترة كان التعليم محدود، وعندما قامت هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية كان من أولويات الملك عبد العزيز هو أن يعم العلم والثقافة أرجاء الوطن، فحتى تحفظ هذا العلم وتضمن هذا الانتشار لا بد لك من صحف، ولا بد لك من إعلام، ولا بد لك من كتب. هذه الأدوار الرئيسية اللي قام بها حمد الجاسر، أنا أعتبر أن كل مثقف في المملكة العربية السعودية وفي منطقة نجد تحديدا يدين لحمد الجاسر بشيء من الفضل. أسس الجاسر أول مطبعة صحفية في الرياض وسماها مطبعة الرياض. في هذه المطبعة كانت تطبع مجلة اليمامة والجزيرة والقصيم وصحفا ومجلات أسبوعية وشهرية. كان للجاسر الفضل في إنشاء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. في العام 66 أسس الجاسر مجلة العرب
وهي مجلة متخصصة في تاريخ الجزيرة العربية وجغرافيتها وأنساب قبائلها وآدابهم. الشيخ حمد يعتبر من التمويليين في المملكة، وفعلا يعني الرجل كان منفتحا على الحضارة الحديثة والفكر الحديث، وهو من رواد نشأة الصحافة في المملكة العربية السعودية، بل وظل ملازما لهذا النهج وهذا الطريق، الطريق الإعلامي، ومزجه بالأدبي، فأنشأ مجلة العرب التي كانت أيضا قبلة القصاد في المعرفة عن تاريخ المملكة الجزيرة العربية تاريخا أدبا جغرافيا. كما أسس قبل ذلك بعام جريدة الرياض اليومية الذي تولى رئاسة تحريرها. وخلال مسيرته في مجال الإعلام واجه الجاسر الكثير من المصاعب في التعامل مع الرقابة الإعلامية والبيروقراطية في القطاعات الحكومية. بعد إنشاء مجلة مجلة اليمامة ثم صحيفتها نشأ خلاف فيما يتعلق باتجاه هذه المطبوعة. الوالد رحمه الله كان يرى أن تلك المطبوعة يجب أن تكون وسيلة تنويرية ثقافية وليست بالضرورة تجارية أو لأغراض غير سوى ذلك. المهم في الأمر أن الوالد أجبر على أن يترك هذه، سلبت منه بالأحرى هذه المؤسسة الصحفية التي أسسها. لا شك أن من يقوم بالجهود التي قام بها حمد الجاسر لابد أن يواجه تحديات وصعوبات وعقبات، سواء إذا نشر شيء في المطبوعة أو حتى أحياناً المشروع نفسه يواجه بصعوبات واعتراضات. المعروف أنه سجن، وربما عوقب أيضاً عقوبات أخرى في مراحل مبكرة، خاصة في عهد الملك سعود، فهذا من الطبيعي. يعني كان يعني إصدار مجلة أو جريدة في بيئة لا تعرف الصحف أو جديدة عليها يجعل الصحيفة والمطبوعة تحت أنظار الناس وبدقة، يعني الجميع تحولون إلى مراقبين، عدا عن الرقابة الحكومية التي طبعا ستفرض يعني بشكل أو بآخر، لأن المعلومة يعني في ذلك الوقت كانت قليلة وكانت تؤثر، فكان لابد من مراعاة الحساسيات على اختلاف أنواعها، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية. فهو وأنداده في ذلك الوقت مثل عبد الكريم الجهيمان وغيرهم، هؤلاء دفعوا الثمن، سواء منعت صحفهم في مراحل أو هم عوقبوا نتيجة مسعاهم النبيل حقيقة إلى نشر المعرفة ونشر العلم والتوعية بين الناس. كتب مقالات عن تعليم المرأة، وكتب عن زيارة المهندس جواهر نهرو، ووضع العنوان رسول السلام، فقامت قيامة العلماء وغضبوا غضبا شديدا، وطلبوا الملك سعود سجنه، فسجنه الملك سعود، لكن لم يطلبه المقام في السجن، فقد سامحوا بعد ذلك وخرج من السجن، وتوقفت اليمامة بعض الأيام ثم عادت إلى الصدور، أصبح الوضع طبيعي.
حمد الجاسر وإشكاليته مع الرقابة الإعلامية هي اللي جاءت من كون حمد الجاسر له أفق شامل وواسع. حمد الجاسر متصل بثقافات مختلفة، اتصل بالثقافة في مصر، اتصل بالثقافة في الشام، وأيضا من خلال القراءة اتصل بالثقافة في العراق. كل هذه أعطت حمد الجاسر رؤية وإدراك مختلف. وكان حمد الجاسر في ذلك الزمن يعتبر متمردا على الثقافة السعودية المحافظة المحلية التي لا تخرج من إطار محدود. حمد الجاسر كان له إطار كبير جدا، ولكن أيضا مهم جدا أن نؤكد على أن حمد الجاسر ملتزم بثوابت هذه البلاد وبهذه الثقافة الموجودة في المملكة العربية السعودية. لكن الفترة اللي نشأ فيها حمد الجاسر كانت وليست في المملكة فقط، في العالم بشكل عام هناك رغبة بعدم الخروج على الإطار المحلي. ولذلك لما تبحث عن أقران حمد الجاسر في الدول العربية والإسلامية وفي العالمية في ذاك في العالم الثالث تحديدا، تجد أنهم واجهوا نفس الصعوبات اللي واجهها حمد الجاسر. حمد الجاسر واجه صعوبات، لم يكن متمردا، إنما كان طامحا بأن ينقل ثقافة الآخرين ومعارفهم إلى الوطن، وللأسف الرقيب لا يكون دائما عند مستوى رؤية الكتاب، أو لأنه محدود بحدود معينة، أو الخوف يحكمه فيكون المنع هو الوسيلة الأسهل والأسلم للحفاظ على مكانه ومنصبه. هو سعى أن يكون له اسم معين في البلد، ولذلك وكرجل يعني متنور اصطدم في من يعارضون أفكاره ومن يقفون يعني ضدك المرحلة في ما يتنبأ له وما كان يريد أن يبعث من جديد في جيل الشباب وجيل المرحلة اللي كان عاشها. بعد سنوات من قيام المملكة العربية السعودية، بات المجتمع الجديد بحاجة إلى التعرف على مكوناته، ولم يكن من السهل الخوض في أنساب الأسر والقبائل دون معرفة مسبقة بالتاريخ وسكان كل منطقة في البلاد المترامية الأطراف. قام الجاسر بتأليف كتاب اختار له اسم معجم قبائل المملكة العربية السعودية، وكتاب البرود وجمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد. استفاد العلامة الجاسر من تنقله في كثير من أنحاء السعودية، ما ساعده على توثيق الآثار المهمة وسرد تاريخ المناطق التي تحتويها. ألف الجاسر كتباً مهمة على نحو في سرات غامد وزهران وفي شمال غرب الجزيرة، فضلاً عن معجمه الشهير المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية. وامتد اهتمام الجاسر بالآثار والتاريخ إلى البلاد العربية، ما جعله يصدر كتاباً مثل رحلات حمد الجاسر للبحث عن التراث في الوطن العربي والعالم الفسيح. أثرى الجاسر المكتبة العربية بمجموعة من المؤلفات في اللغة وتاريخ البلدان والخيل، كما حقق الكثير من الكتب القديمة مثل معجم البلدان لياقوت الحموي، فضلا عن كتب الرحالة الأجانب في الجزيرة العربية. الشيخ حمد لا تستطيع أن تفصل الأدب عنده عن الفكر العربي في تلك الفترة وعن ما تمر به الأمة العربية وقت ذاك. فهو رجل تنويري بالنسبة للسعودية، ورجل رائد من رواد
تحقيق التراث الجغرافي بالنسبة للمنطقة العربية والأمة الإسلامية كلها. من هذا الباب اهتم الشيخ حمد، وهو الضليع في اللغة، الضليع في الشعر، الضليع في التاريخ، الملم بالجغرافيا. استطاع الشيخ حمد أن يكون تراثا معرفيا نادرا أن يجتمع عند إنسان. اهتم الجاسر بإيصال أبحاثه ومعلوماته من خلال الكثير من القنوات المتاحة. نشر الجاسر مقالات عديدة في الصحف والمجلات العربية تتضمن اهتماماته في النواحي التاريخية والجغرافية ونقد المؤلفات والمطبوعات الحديثة. تخطت شهرة الجاسر ومؤلفاته حدود بلاده إلى العالم الإسلامي. نال الجاسر بفضل مؤلفاته عضوية مجمع اللغة العربية في القاهرة والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في عمان. كان عضواً في مجامع اللغة العربية بدمشق وعمان وبغداد إلى جانب المجمع العلمي في الهند. وجدنا حمد الجاسر أصبح علماً على مستوى العالم العربي وليس فقط في السعودية، وعلامة الجزيرة العربية، هذا هكذا يطلق عليه في العالم العربي، وكان عضواً كبيراً ومهماً في المجامع اللغوية والأدبية في العالم العربي. هذه هي ثمرة من ثمرات هذه الدولة المباركة منذ بداية تأسيسها. كان مهتماً بالأماكن من حيث هي أماكن أدبية، يعني المواقع التي أشير إليها مثلاً في المعلقات، هذه المواقع طبعاً اهتم بها وعرف بها أين كانت. الآن طبعاً نراها على التلفزيون، لكن في مرحلة لم يكن الناس يعرفون أين توضح، أين المقرات، أين عنيزتين، أين هذه اللي الأماكن اللي وردت في الشعر الجاهلي أو شعر ما قبل الإسلام. كان مهتم بها وطور هو الحقيقة اهتماماته بحيث أصبح يعني أهم جغرافي في مرحلة من المراحل. وإن كانت يعني الجغرافيا بالنسبة له ليست بالمعنى العلمي الذي نجده في الجامعات اليوم، هي جغرافيا أدبية إلى حد ما أو جغرافيا ثقافية. على طريقة ابن الرومي الذي يقول: صديقك من عدوك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. نعم. فأنا لا أقول بأن في الكتب داء، لكنني أقول إن فيها مشغلة، وخاصة إذا لم تكن هذه الكتب في تعينك في الأبحاث التي تعنى بها وفي دراساتك التي تتخصص بها، لأنها تشغلك وتصرف ذهنك، وقد توجد في أفكارك شيئا من عدم الثبات والاستقرار. وخير للمرء أن يكون في كل أموره سائرا على طريقة عدم الاشتغال إلا بالأمر الذي يعنى به، لكي لا تضطرب الأفكار في ذهنه. أسهم حمد الجاسر في الثقافة المحلية كعلامة ومؤرخ جغرافي، وترك الكثير من المؤلفات التي تغطي حقولاً متنوعة من المعرفة على نحو المصورات الجغرافية والتاريخية إلى أدب الرحلات وكتب السيرة والقراءات النقدية للنصوص التراثية الهامة. الشيخ حمد في بيروت كان أستاذي الدكتور حسين عباس يصطحبني معه دائما في زياراته أو في جلساته، وكانت بيروت ملتقى العلماء
والأدباء والمفكرين في الستينات من القرن الماضي. ولاحظت الشيخ حمد كان لا يتقيد بيسمى في البروتوكول في لقاءاته، ولا يتزيد في الكلام، ويتكلم بعفوية. ولذلك شعرت بأن كل طبقة العلماء الذين يلتقون كان في بيروت وحضرت معهم مجالسهم كانوا يحتفون بالشيخ احتفاء كبيرا ويحبونه حبا كبيرا لبساطته. لم تكن حياة الجاسر خالية من المنغصات، ما جعله يختار بيروت في فترة من فترات حياته منفاً اختياريا. لم تكن بيروت أيضاً لتبعده عن المنغصات بعدما احترقت مكتبته في وسط هذه المدينة، وجاءت النار على كثير من مقتنياته النادرة من الخرائط والمخطوطات القديمة وأمهات الكتب. كان حريق مكتبته بمثابة الصدمة التي لا تنسى في حياة حمد الجاسر. انتقلنا نحن الأسرة، يعني العائلة، إلى بيروت عام 62 و900 ألف للميلاد، وأقمنا فيها إلى عام 75 عندما اندلعت الحرب الأهلية. وكان قد يكون تلك الفترة كانت فترة نشاط الوالد رحمه الله، كان في منتصف الخمسينيات من عمره إلى الستين، وكان ذو همة ونشاط، وكثير الأسفار يتتبع المخطوطات والمؤتمرات ويجمعها في مكتبته. وتم هذا إلى من عام 62، بل وما قبل ذلك كان لديه بعض المخطوطات والنوادر من الكتب. ولكن عندما اندلعت الحرب الأهلية للأسف في لبنان، سرقت المكتبة ونهبت، وضمن يعني جميع المصالح والمتاجر التي كانت موجودة في وسط المدينة، وهو مكتبه كان في وسط المدينة في عمارة العزارية. وكان على هذا أثر هذا على أبي رحمه الله أثرا كبيرا، وأنا خاصة أنني أذكر أنه كان يخطط لنقل كتبه إلى الرياض قبيل هذه الحوادث، قبيل اندلاع هذه الحوادث في وسط المدينة بأيام قليلة أو أسابيع قليلة. في بيروت أيضا وصل إليه نبأ تحطم الطائرة التي كان ابنه يستقلها، فقد حمد الجاسر مكتبته ومعها ابنه محمد. كانت أوقاتا عصيبة تمكن هذا الرجل من تجاوزها بشجاعة وإيمان. قصة كفاح حمد الجاسر وعطائه لمجتمعه أدت إلى مشاكل تعرض لها، بل إلى السجن. وقد أقصي من إدارة تحرير الصحيفة التي أنشأها بنفسه، وأعتقد أن هذا العطاء العظيم والوفاء للمجتمع والوطن هو ما حدا بقادة هذه البلاد أن يكرم حمد الجاسر، فقد حصل على جائزة الدولة التقديرية للأدب، وحصل على وسام الملك عبد العزيز، وحصل على جائزة
الملك فيصل العالمية للأدب، وتكريم متنوع من الملك فهد، الملك عبد الله، الملك سلمان. الملك سلمان وفقه الله وأيده، اليوم هو الرئيس الفخري لمؤسسة حمد الجاسر الخيرية، وهذا أكبر دليل على تقدير قادة هذه البلاد لحمد الجاسر. نال حمد الجاسر الكثير من الجوائز والأوسمة، كان من بينها جائزة الدولة التقديرية في الأدب، ووسام التكريم من مجلس التعاون الخليجي، ووسام الملك عبد العزيز، فضلا عن نيله الدكتوراه الفخرية من جامعة الملك سعود، وجائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربي، إلى جانب جائزة سلطان العويس الأدبية في الإمارات. عندما توفي الشيخ حمد الجاسر عليه رحمة الله عام 1421، زار الأسرة الملك سلمان، وكان حين ذاك أمير الرياض، زار الأسرة معزيا، فالتقى في مجلس العزاء بمحبي الشيخ وتلاميذه، واقترح الملك سلمان مشكورا أن يخلد ذكر علامة الجزيرة في مركز ومؤسسة ترعى إنتاج الشيخ وتهتم بمؤلفاته وتسير على منواله وعلى نهجه. عادة الملك سلمان الله يحفظه مناصرة العلماء والمثقفين والكتاب والأدباء، فهو المثقف وعاشق التاريخ. Thank you.
Thank you.